طيب شرفني ونورني عبر الهاتف الآن بعد النهارده تخطي فيوتشر فريق أول أغسطس والصعود لدور المجموعات في الكونفدرالية الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام بنادي فيوتشر. كابتن محمد مشرف ومنور وحشني جدا. كابتن كريم أشكرك على المقدمة الجميلة دي، وأنت وحشني جدا جدا جدا، ودايما متألق ودايما بستمتع بيك بصراحة يا حبيبي. دايما مشرف ومنور الدنيا. ألف مليون مبروك النهارده. الله يبارك فيك يا كريم. الحمد لله الحمد لله. مبروك لنادي فيوتشر والمصر ان يبقى في فرقتين في الاربع فرق في افريقيا، فالحمد لله الحمد لله. لا كلنا هنا دلوقتي لما تقول جماهير فيوتشر فجماهير فيوتشر في البطوله الكونفدراليه جماهير مصر كلها، كل الناس بتتابع فيوتشر، كل الناس عايزين فيوتشر يكسب. اكيد طبعا، بقول مبروك لمصر كلها طبعا. الحمد لله الحمد لله، ربنا ادانا فوز صعب بس ممتع. فالحاجه لما بتيجي التعب وتبقى صعبه بتبقى احلى ما بتيجي سهله، فالحمد لله الحمد لله. كنا عايزين بعد النتيجه الايجابيه اللي احنا عملناها هناك كنا نتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب هنا واحد واثنين، لكن الحمد لله في الاخر. بص يا كابتن محمد، هي الصعوبه صح لما بتكسب بعد صعوبه بتبقى ممتعه اكتر والانتصار بيبقى احلى، بس ايه اللي خلاه صعب؟ يعني النهارده حسيت انه فيوتشر هو اللي صعب المباراه على نفسه. يعني كريم، الماتش في الشوط الاولاني كان ماشي عادي جدا، وكنا ممكن احنا مستحوذين وهم ما جوش عندنا خالص عند الجنش، خطا دفاعي جابوا جون في دقيقه 44، فكان في توتر شويه. فبين الشوطين الكابتن علي قال للعيبه خلاص احنا دخل فينا جون، مطالبين احنا نخش جون فلازم نلعب. فالشوط الثاني لعبنا ووصلنا، كان في فرصه واثنين لاحمد عاطف والمروان ومصطفى البدري، كنا ممكن نتعادل بدري، لكن هو الحمد لله ربنا يعني ايه الفرقتين تعبوا. وبعدين احنا بنلعب فرقه برضه مش قليله طبعا، اسم كبير على فكره في القاره الافريقيه عشان الناس لو مش عارفه. انا من يعني اولا بيلعب في دوري الابطال على طول صحيح. لسه من سنه او سنتين تقريبا سيمي فاينل من الزمالك او يعني فرقه كويسه، فرقه محترمه، خبراتها الافريقيه اكتر صحيح. احنا السنه دي معانا لعيبه عندها خبرات وبتاع، بس برضه اول مره يلعبوا افريقيا، فده برضه ان نادي يبقى صعد السنه اللي فاتت للدوري الممتاز ويوصل افريقيا ويوصل دوري المجموعات في 6 مباريات يا كريم، مفيش خساره الحمد لله صحيح، جايب 9 اهداف ومدخل وداخل فيه جونين، فالارقام بتدل على كده. لكن في الاخر قدر النهارده الحمد لله الخبرات بتاعت اللعيبه والهدوءها، خلي بالك في اخر 3 دقائق لو مفيش هدوء صح مش هنعرف نتعادل صح. انت بص الكرة يا كريم 8 لعيبه جوه مصممين بطريقه لعبنا. فبقول في الاخر الحمد لله اللعيبه دي تعبت، جهاز فني تعب، اداره النادي تعبت، فربنا كافئها في الاخر. ضربات الترجيح طبعا بقى كانت يعني اكيد ماساويه عليكم وصعبه اكيد كالعاده، ضربات الترجيح يعني تالق جنش اليوم. اكيد اكيد يا كريم، لكن الحمد لله احنا كجهاز فني من ساعه ما خلصت المباراه الاولى ودخل فينا برضو جون في الدقيقه 93 حطينا كل الاسبوع ده كل السيناريوهات اللي في الماتش، ممكن تبقى كسبان واحد هنا وتتعادل برضو في الاخر. ممكن تبقى خسران ولازم تتعادل، وممكن تبقى كسبان واتمرنا على ضربات الجزاء وذاكرنا كويس قوي الفرقه بيشوطوا ازاي. فالحمد لله جنش قدر، توفيق ربنا معاه النهارده بمجهوده ومجهود الكابتن مصطفى فتحي مدرب الحراس معاه، قدر ان هو يصعدنا. وكل يعني طبعا جنش ليه دور كبير، لكن المنظومه كلها لان محدش قصر الحمد لله. صحيح صحيح. الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام بنادي فيوتشر، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وبهنيك على صعود فيوتشر إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.